تعالي عدلي ربحنا القضية. ألف حمد وشكر لك يا ربي. طيب وين إليف؟ لا تسألي يا بنتي، إجا أبوها وأخذها مشان يسجلها. لحقوها، روحوا بسرعة قبل ما تسجل. استغفر الله العظيم يا ويلي، لا عم قدي صارت الساعة. لا ما راح يمشي الحال هيك. امشي تعي لشوف، تعي لهون لقلك. يعطيكم العافية أخي، مشاء الله صرنا من الصبح عم نستنى. سجلوا هالبنت بقى، والله العظيم طقت روحنا. الكل عم يستنوا مثلك. فهمنا الكل عم يستنوا، بس أنا عندي وضع خاص وما فيني استنى. مشان الله عملوا شو ما بدكم، بس خلصونا، والله طقت روحي. ممكن توقفوا بالدور؟ ايه مثل ما بدك، امشي لشوف. زيحوا هيك، نحن كنا هون. دخيلك يا ربي، لك شو هالدور يلي ما بيمشي بالمرة؟ أخي ياسين الله يخليك، يا ريت تستعجل شوي. خلص اهدي شوي يا بنتي، ما بدنا نعمل حادث هلأ لا سمح الله. سوء على رياحتك يا أخي. إن شاء الله نلحق لإلي، إن شاء الله الله يسمع منك. يا رب ساعد هالبنت المسكينة ولا تخليها تعيش بهالخجل يا ربي. مو على أساس النتيجة واضحة؟ مو على أساس القرار رح يكون لصالحنا؟ رنا اهدي شوي، لسه ما انتهت المعركة. بس يا أخي أنا يلي انتهت قدام إبراهيم. لا تتصرفي مثل المراهقات اللي بالثانوية، ولا تنسي أنك مساعدة رئيس جامعة قد الدنيا، تعاملي بسياسي. واتركي الباقي علي أنا. ألف مبروك. شكرا. ألف مبروك. يلا ابني بعد هيك، وانتي قربي هاتي هالوراق لشوف. قلتلك هاتيون. لك افتحي هالبطيخة بقى، استغفر الله العظيم. تفضل خود عمي، سجلوها لشوف. خود عبيها الاستمارة. عبيها، بس بدنا شي ألم. ها امسكي الألم، يلا عبيها لشوف. لك ليش عم تبحلي هيك؟ شو مع مين عم بحكي؟ عبي الاستمارة. يلا يا بنات استعجلوا شوي، يلا يلا. أنا طالع وما رح أرجع اليوم. يلا أعطيهم إياها، يلا يلا. وين الصور؟ إيه الصور معي، دقيقة. تفضل. بابا وقف. أنت شو عم تعملي؟ أنا غيرت رأيي وما رح سجل. وليك إليف يا بنت تعي لهون، شو مفكرة حالك عم تعملي؟ لا تخليني اضربك هلا قدام كل الجامعة. بابا اتركني بكفي بابا، انا ما رح اسجل بهالحالة. ليك بصمم بالله بتضحك بأرضك. ها انت ما عم تفهم علي. وما حدا فيكن عم بيفهم علي اساسا. اذا وطيت راسي لهيك شي رح اموت، لهيك لا توقف ابدا. إذا بدي أعيش بهالذل هذا بفضل الموت أحسن لي. إليف أنت سجلتي يا بنتي؟ ارفع دعوة عليها، يعني شي بتلعب بعقل البنت وشي بتحقق معها؟ لا هي ما سجلت، أخذت الصور فورا. إيه وبلا ما تسجل حالة أحسن بكتير ما تعيش مع هذا العار. إيه
شو بك؟ عن جد عيب عليك؟ انت بتعرف شو تحملت لحتى خليتها تتصور؟ لك شوف ايدي التنتين كيف احمروا من كتر ما ضربتها على خلقتها. لك يا مجنونة انت لهلا لسه ما فهمتي شو صار؟ نحن ربحنا، لك ربحنا. عم تحكي جد سهيلة؟ يعني انا فيني سجل هلا؟ طبعا فيك تسجلي، كلنا رح نسجل كمان. سهيلة الحمد لله، ألف حمد وشكر لك يا ربي. يا سيدي بتعرف أنا أول مرة شفتك فيها قلت إنه هذا الزلمة سبع ومستحيل يصعب عليه شيء أبدا. الحمد لله لك يا ربي لأنه خلصنا من هاي القصة كمان. عمو إبراهيم الله يجزيك كل الخير ويرزقك يا رب. تسلمي واجبي، يلا لشوف لا تلتهوا بلشوا بالتسجيل. يلا يا بنات روحوا سجلوا. اهلا وسهلا. اهلين فيك. ايه جيب لنا مقبلات وعبي لنا هالطاوله. حاضر استاذ. الكل رح ياكل كباب ما؟ ايه بس انا بدي وجبه ونص. ويا سيدي خليهم وجبتين. حاضر، في شي تاني بتريدو؟ بدنا سلامتك، شكرا لك. يا جماعة إذا بتسمحوا لي أنا في عندي كلام وحابة أقوله هلأ لعم إبراهيم. لا تحكي هلأ، تركها عمو خليها تحكي. الأب بالنسبة إلي كان بيعني الخوف. الأب كان ضربة قوية بتنضرب على وشي فجأة، كان زل ومسبات وإهانات. نصيب بيضلوا أبي وطبعه هيك. أساساً أنا كنت فكر إنه كل أب هيك لحتى عرفتك يا عمي. فهمت إنه الأبوة حضن دافي وإنه الأب هو دائماً سند بالحلوة والمرة، والخوف يكون بعيد لما بيكون هو موجود وهو اللي بيسامح إذا حدا من أولاده غلط. أنت قبل بمرة قلت لي شغلة حبيتها، مو قلت لي الله عطيك قلب كبير ومشان هيك حملتي هذا الاسم؟ صدقني لو ما مسكت بإيدي قلبي ما كان بيتحمل كل هذا التعب. وإذا اليوم كان رأسي مرفوع فهذا الشيء كله بفضلك. أنا مع كل رفقاتي هون دائما رح نضل مديونين لأبوتك. شو صار معه بالكباب؟ تأخر كتير ما هيك؟ مين هو إبراهيم هويكون؟ يعطيك العافية. الله يعافيك. سيادة الضابط قدرت كراي بدي يشوفك. حاضر. صبايا انتو كملوا، أنا صار عندي شغلة بعدين بشوفكن. صحة وهنا. شوفي أستاذ. ولا شي ست عدلية، بعد ما يخلصوا البنات أكل رجعيهم ماشي؟ يلا بس خلص ما في شي، خليك يا عدلية خاطركن. يلا صحة وهنا. تفضل. أنا رح غسل إيدي. ماشي بنتي. شو بده يكون فيه؟
يلا صبايا خلونا نتغدى. شوفي، ليش ما عطيتوني خبر؟ خبر شو؟ مو بعدين رجالكم؟ ما بعرف هاي الشغلة، ما فهمت شو عم تحكي. اجوا ضابطين على المطعم واخذوا المدير معهم. انت متأكدة انه هن من جماعتنا؟ من منظرهم مبينين هيك. بالنسبة لي ما عطيت هيك امر ابدا. لكن مين عامل هيك؟ في حدا تاني ورا هالشغلة؟ الظاهر انه في حدا تاني طلع فيه، بس نحن ما عرفنا انه نتحركوا. انت استني مني خبر هلا. شيل هم الهمة قوية يا بحرية هيلا هيلا. ترقوا السمكات يا رجل، اقلبهم. لك كمال، شو مين في حدا مبسوط أدنى؟ حتى السلاطين مو مثلها. لك البسط انخلق لنا، حطينا البنت بالجامعة والمصاري بالجيبة. حالي حالي حال، مالي 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 مال، أولتك صياد وآخرتك زبال. حالي حالي حال، رح وقع على مهلك، رح تغرقنا هيك. رقوص بالنص مشان نتوازن. شوف يا أخي، مين كمال؟ هاد أصحاب الحبل. شوفي سيدي، نحن غلطنا بشي، إذا غلطنا بشي سامحنا لأنه مو بقصدنا. أنا بنتي سجلت بالجامعة وكنا عم نحتفل. هلا بالفرع رح تقلنا كل شيء، لا تخاف. شوفي سيدي، مشان الله احكي لي، والله جمد قلبي من الرعبة. امشي، انت في شكوى ضدك بقتل بنتك. شو؟ امشي. شو عم تحكي يا سيدي؟ والله العظيم كذب لك، هذا افتراء وكلام عدوي. فريد الشتاية بأمانتك. ها لك الله وكيلك، هالحكي كذب. اكيد في حدا بيكرهني، هي القصة والله كذب. شدوا الهم الهم قوية يا بحرية هلا هلا. حضرة الضابط، ما في أي جثة هون. طيب أنت متأكدة إنه في جثة خالي؟ صدقني عم بقول الحقيقة، امبارح جابني معه وقال لي إنه دفنها بهالمكان. أبوكي حكالك شي؟ لا، هو قال إنه قتلها بس ما قال لي وين دفنها. بترجاك تلاقي لي بنتي بوس إيدك. كيف رح لاقيها إذا ما في جثة هون؟ طيب وين راحت بنتي؟ لكان إني وينها؟ وين جثة إليف؟ طلعت عمو إبراهيم فجأة خلتني أقلق عليه كتير. سهيلة، برأيك منشوفه بالسكن اليوم؟ إيه منشوفه إن شاء الله إن شاء الله. خلص المحارب هون، في حدا معه محارب؟ على الأغلب في معي. يسلموا. يا بنات أنا رح أحكي تليفون وراجعة. ماشي. عفواً، لو سمحت ممكن أحكي تليفون صغير إذا ما فيها سئلة؟ ولو يا أنسي، تفضلي. ألو عزيز؟ إليف؟ أنت مشغول، ما هيك؟ أنا أزعجتك شي؟ لا إليف، شو هالحكي؟ أنا فاضي. خير، صاير معك شي وحابة أني إجي لعندك؟ لا لا، أنا منيحة كتير، وأنا مشان هيك اتصلت لحتى قلك أني منيحة. إيه بشري، اليوم سجلت بالجامعة وعمو إبراهيم ربح القضية كمان. آه هيك لكان، ألف مبروك. أخيراً قبلوا صورنا ونحن لابسين حجاب عزيز، وبكرة رح بلش محاضرات إذا الله راد. عن جد كتير فرحت لك. يمكن كون ضايقتك بتليفوني، يعني عم بتصل فيك وما بدي إياك تيجي تشوفني. ما بدي إياك إنه تفهمني غلط، أنت تعبت معي وما قصرت، وأنا لولاك يمكن ما كنت رح أقدر أطلع من الضيعة.
وفضلك انت بس انا صار عندي الجرأة واجيت لهون. انا اليوم تأكدت انه بدك مصلحتي، وبعرف اني كنت غليظة لما كنت خانقك وبهدلك، مشان هيك انا ما فيني انسى فضلك. عن جد انا بتشكرك من كل قلبي، وبتمنى انك دائما تلتقي بناس مناح مثلك. انا بكفيني انت. الو الو إليف، خلصتي؟ يلا رايحي. ماشي جاي. امشي. مدير السكن اسمه إبراهيم، وهي اللي رحت الحقيقة. مفهوم. شو لأيمتى بدنا نستنى؟ كتير مستعجل استاذ؟ انت متأخر على قضية يعني؟ ليش جبتوني لهون؟ انتو اطلعوا لبرا. شكلك مختير كتير يا حضرة المحامي. بس انت مو متغير. قبل سنين لما خلصنا منك انت عطيتنا وعد، اذا بتتذكر ما عدت تطلع بوشنا ابدا، وخاصة قدام رنا. انا قلت لها هذا شيء للست رنا، قلت لها مشكلتي معنا شخصية. قال رنا. فهمت يا استاذ، بس انت ما وفيت بوعدك. بلشت بالحجاب وحرضت البنات وفتحت لهم سكن، ورجعت طلعت بوش رنا كمان. دائما كنت ماشي بنفس الطريق، يعني من اول مره تعرفت عليها كنت هيك وضليت على حالي. والله شيء رائع. رنا يلي طلعت بوشي مو العكس، وعلى الاغلب هي هلا ما عاد تطلع بوشي ابدا، لانه بدنا نستمر بهي القضية للآخر.
ما رح نوقف بنص الطريق، وهي الإجراءات الغير قانونية رح نحط لها حد. لا توثق بحالك كتير لأنك ربحت دعوة واحدة يا حضرة المحامي، لأنه حتى لو مرق يوم أو مرق يومين أو سنين، أنت بتعرف شو ممكن يصير لما بيجي دوري إربح. أنت رح تتمرجح على هذا الحبل، ورح مرجح وراك كل الرجعيين اللي من أمثالك، وهالبنات رح يكون سبب دمارهم هو ثقتهم الزايدة فيك. أنا رح هد السكن عليهم وعليك، ورح أمحيهم محي. هلأ أنا رح أعطيك فرصة يا أستاذ، يا إما بتقطع حبل مشنقتك بإيدك، يا وإلا بدك تدفع ثمن مقاومتك وإصرارك. والشغلة واضحة، أنت أدرى. الشغلة بتكلف رفسة، وبيسعدني أرفس الكرسي اللي رح تنشنق عليه. سيادة الماريشال، في احتمال يشنقوني أو يقوصوني، بس أنت ما فيك تشنق الفكرة أبداً، وهدول البنات يلي أنت بتعتبرهم أعداء احتمال إنه تدمرهم ويروحوا، بس رح يجي بنات بدالهم آلاف، ومثل ما قلت لك هاي القضية ما رح تنتهي أبداً. حتى هالحبل رح يجي عليه يوم ويهتري، رح يهتري يا ماريشال. جانا بلاغ حتى نختم السكن. كيف يعني؟ وليش لحتى تختموه؟ في مشكلة بالرخصة. شو بدي أعمل؟ هذا السكن من سنين مفتوح، هلأ لحتى طلع مشكلة بالرخصة يعني؟ أنا عبد مأمور بيطلبوا مني وبنفذ الأوامر. إيه بس أنا كل غراضي بقيت جوا ولازم طلعهم. يعني شو بس أنت غراضك جوا، ما كلياتنا نفس الوضع. طيب شو رح نعمل هلأ؟ ما في شي نعمل. أنا والله مستغرب من هالحكي، إن شاء الله بعدم عيوني إذا قتلت بنتي. من وين بتجيبوا هالحكي؟ حتى ها أنا سجلتها بإيدي بقسم الطب بجامعة اسطنبول المركزية وحطيتها بالسكن. أنتوا لا تردوا على أمها، هي عقلاتها بتخض، فيك تقول إنها بتتوهم. وبنتك بتتوهم كمان؟ مو أنت اللي قلت لها؟ ليش يا سيدي، مين بيحسب حكي وقتي عصيب؟ يعني طلعت الكلمة مني بدون قصد، ما بعرف إنه مرتي المجنونة رح تشتكي علي. صدق أول ما أطلع من هون بوعدكن إني رح أحطها بمشفى المجانين، لأنه جنانها زاد عن حده. سيدي الرجال صادق، ما نقاتله، واليوم سجل البنت بالجامعة، حتى هي عايشة بسكن البنات. ها شفت يا سيدي، عامل لك شو ضروري تعذبوني حتى تصدقوني؟ طيب ماشي تفضل. بالإذن. يا رب شو هالبلوي هي؟ شو ما قدرتي تسكتي؟ بلكي حبسونا هلأ، رح انحبس بسببك وما تفتلت باسطنبول لسه. يلا قالكن عن مكان بنتي شي؟ يلا يا خانو تفضلي روحي مع زوجك هلأ. يعني رح تتركوه؟ لك عم قلكن انه قتل بنتي. ما في هيك شي يا اختي. يلا يعني إليف عايشة؟ طبعا عايشة،
لما اقول لك ما بتصدقي، بس لما بيقولوا لك بتصدقي فورا. حبيبتي شو انت نسيتي بنتنا؟ ها انت نسيتي إليف؟ راح ذكرك فيها لا تاكلي هم ابدا. يلا لشوف، خلينا نطلع هلا. يلا لشوف، يلا. تعي 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 يا روحي تعي. لك طالما بنتي عايشة ليش ما قلت لي؟ وانا بنتي خليني اشوفها بقى. تعالي يا روحي، انا هلا رح فرجيكي إليف. يلا يعني بلا ما تجبيها وتشتكي مره ثانيه وفوت على الحبس بسببك. يلا بدك تشوفي إليف؟ كنتي احكي من الاول، هلا باخذك لعندها. تعالي. مو معقوله الا هالضمير هي، هدول زتونا بالشارع والجو سقعي كمان، رح نموت من البرد هيك. طولي بالك سهيله، هلا بيجي ابراهيم بيك وبيلاقي لنا شي حل. شو عم يصير هلأ؟ كلنا مو قادرين نفوت. بعرف، أنا هلأ حتى دريت، ويلي صار كتير ضروري. الكاميرا بقيت جوا، حطيتها بغرفة المدير، وإذا حدا شافها منفضح. هدي حالك شوي ولا تتلبكي، ماشي؟ رح نكمل خطتنا من محل ما وقفنا. أنت لاقي شي طريقة وطالع الكاميرا من غرفة المدير فورا، بحكي معك. يا ريت لو خبرتني من قبل يا سيدي، كان فيني زبط هاي الخطة. القصة ما فيها قبل وبعد. هالجماعة ما وقفوا الدعوة وهنن مانن خايفين منا أبدا. هاي القصة ما كان لازم تاخد وقت، وكان لازم تنحل فورا، ولهيك أنا بدي حل بأقرب وقت لحتى ما أضطر أتدخل. حاضر، تحت أمرك سيدي. سيدي بتأمرني أي شيء تاني بخصوص موضوع هذا اليوم؟ لحظة. بدي تطلعوا هذا الرجال من الدعوة وبأقرب وقت. في احتمال انه اي حدا يوصل لهدول الوراء يا سيدي، رح ساوي بحث كامل عن حياته وعن عيلته. انا متأكد انه هالزلمة في عنده نقطة ضعف. عملت بحث كامل وجبت يلي بيلزمنا، والنتيجة بإيدنا. قبل ما تكبر القصة اعملوا اللازم. حاضر سيدي. لأنه رنا يلي بعرفها، عفوا رنا خانم، هيك كانت تعمل، تحس بوجع الناس بمشاعرها وبكل أحاسيسها. دائما كانت تلاقي حل معقول. مرحبا ست رنا. أهلين نزار بيك. آسف. شكراً لك. ولا يهمك. يلا بخاطرك. مع السلامة. أخي؟ تعالي رنا. شفت نزار؟ طالما اجى على البيت معناها الموضوع كتير مهم. هو مهم؟ طبعا مهم، لانه المحامي على جدول اعمالنا. مسكين هو، حتى ما لحق يفرح بنجاح الدعوه تبعه. ليش؟ شو صار؟ ختموا السكن تبعه بالشمع الاحمر، والبنات بقيوا بالشارع. اخي
هالشي مو كتير، يعني القصة رح تكبر، ما في غير هالحل؟ يعني الرجال مصمم يتابع بالقضية وقال إنه أنت يلي لازم تبعدي عن وشه. مين قال لك هالحكي؟ العصفورة قالت لي رنا خانم. يا هشام كيف ما لقيتوا شي؟ أنا عطيتكم مواصفات الزلمة ونمرة سيارته، كيف ما لقيتوا شي؟ طيب هشام، ناطر منك خبر، حاول تحل هاي الشغلة بأسرع وقت. خلصنا بقى، أنا رح أحكي مع هاي البنت ورح قلها تحل عنك. أمي إذا بتعملي هيك ما رح سامحك بحياتي أبداً. لا تسامحني أبداً، وإذا بدك لا تطلع بوشي كمان. أنا بيهمني أعرف إنه أبني رح يضل وضعه سليم وبيكفيني. شوفي ليش هالعياط؟ لأني مليت من الصبح إليف وبالليل إليف. إيش هالأسطوانة هاي؟ ما طلع عنا بالبيت سيرة غيرها. عزيز أنا ما قلت لك من قبل؟ أنا ما شرحت لك شو وضع هالسكن بالتفصيل؟ أنت ليش لهلأ عم تعاندنا؟ ليش مو حابب تفهم؟ فهمان عليك، أنت بدك إثبات، هذا إثبات، تفضل شوف. اعتقال وتحقيق، في عنا 12 قضية بخمس سنين. راه شوف منيح وعارف مين بيكون صاحب هذا السكن. متهم بتشكيل منظمة، تظاهر بدون رخصة ومنشورات، وشو بدك بتلاقي؟ هلأ أنت برأيك أنه هذا الرجال إله علاقة بتعليم أو سكن؟ مستحيل طبعاً. هو عنده هدف واحد، ناوي يأسس جماعات معارضة، وهديك البنت معه هلأ. شو بدكم تضلوا قاعدين وناطرين؟ لازم نعمل شي، ما رح نستنى حتى يفتحوا لنا الباب مثل الغنم. رح فوت لجوا لأني اجمدت من البرد هون وجعت كتير وبدي غراض. لك انتي ما فيك تعالي بقى. شو فيها يعني؟ خلونا نفتح الباب هلا ونفوت لجوا. ليش نضل ساكتين؟ والله مو معقول. انتي شو عم تساوي؟ شو رح تعمل هي؟ استني، انتي وين مفكرة حالك؟ شو صار لك؟ هن ضغطوا علينا بالجامعة وزلونا وبهدلونا أكثر من مرة وما طلع صوتنا أبداً، ونحن ربحنا. كنا دائماً واقفين مع الحق والعدالة واخدنا يلي بدنا يا، عملنا الشي اللي بيليق فينا وما حطينا علينا وحدة. عمو إبراهيم رح يجي بعد شوي وهو بيقلنا شو لازم نعمل. يلا بابا، انت ما رح تعمل شي لأمي مو هيك؟ اسكتي يا بنت، حاجة تلعي، هلأ بنرجع، انت اصبري شوي. كمال، نحن شو قلنا شغل بنص البحر؟ إلهام، مو بدك تشوفي بنتي؟ أنا هلأ بدي أخذك لعند بنتك مشان تشوفيها، اصبري لك شوي. إليك شو قلها شغل بالبحر؟ شو قلها شغل، ما هي؟ طولي بالي. نحن وين رايحين؟ استني، رايحين عند إليف. ها؟ ابعتك لعندها هلا؟ اصبري شوي بس، إليف بقلب البحر هلا. طلعي بالبحر وشفتيها هلا، مبينة معك مو هيك؟ شفتيها؟ بدك تسمميني ما؟ وتشتكي علي؟ ما حدا منهم صدق حكيك، بتعرفي ليش؟ لأني قلت عندك مجنونة. حقوقة، الله يوفقك تركني حقوقة. بابا شو عم تعمل أنت؟ أنا ما بدي اسمع اسمها، ماشي؟ ما بدي اسمع اسم إليف، ما في إليف، إليف ماتت، هي بقلب البحر، إذا بتقدري تلي طالعيها، وإذا ما بتقدري بتسكري تمك، فهمتي؟ يا بابا اتركي من شأن الله. بدك تسكري تمك، فهمتي علي؟ وإلا أنا رح موتك، والله العظيم رح موتك، ورح أبعثك لعندها، إيه؟ يلا قومي. سيها. قلتلك ماتت. سيدي
منتشكرك كتير لأنك قبلت تسمعنا. العفو، أصلاً نحن من واجبنا إنه نسمعكم ونعرف مشاكلكم. شكراً سيدي. في عنا مشكلة كبيرة، نحن تحت المراقبة. أي مفهوم. ودائماً مهماتنا بتتغير، ونحن بيوتنا عم ينفات عليهم بدون أي مبرر أو حتى إذن مسبق، على أساس عم يزورونا. صرنا نحسب حساب لخيالنا. صارت صلاتنا مثل ذنب ماله مغفور، وما فينا نروح على الجامع لأنه عم نتراقب باستمرار. أنا أستاذ الثقافة الدينية داخل الكلية الحربية، وللأسف عم يلزموني بأوامر غلط. عم يطلبوا مني حلل الإفطار برمضان، وأنا بصراحة ما فيني. طيب كيف فيني أقول هيك شي سيدي؟ في عندي اطلاع كافي. أنا بتمنى تعرفوا أنتم وواحدكم بالمؤسسة في عنا كتار بيعرفوا كيف يحترموا الناس على اختلاف عقائدهم وأفكارهم، وبعتبر حالي واحد منهم. شكرا سيدي، نحن من شان هيك طلبنا أنه نجتمع فيك. من هلا أي شيء بدايقكم ترفعولي تقرير فيه فورا، ولكن علي أني أخذ لكم حقكم وضمن القانون، وأنا اللي رح تابع القضايا شخصيا. يا بنات، انتو شو عم تعملوا مع شنطيكن برا؟ زتونا برا يا ابراهيم بيك، قالوا لنا ما عندكن رخصة وختموا الباب بالشمع. ليش هيك عم بيعملوا معنا عمو ابراهيم؟ شو عملنا معهن نحنا؟ شو بدكن تعملوا أكتر بنتي؟ انتو ربحتوا الدعوة، قدرتوا تطالعوا رخصة بالحجاب. في ذنب أكبر من هاد ممكن حدا يرتكبه؟ عن جد حد السبب استاذ؟ بنتي الحقيقة أصعب من هيك، وبيكفي إنكم تعرفوا هذا الشيء. طيب شو بدنا نعمل؟ وين رح نسكن؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ويطول لنا بعمرك. هيك ما بيصير يا أستاذ، معقول تستنوا قدام الباب للصبح؟ كل واحد منا رح ياخد بنتين على بيته. الحق معك، وأنا هيك رأيي. يلا يا بنات احملوا شنطيكم. عمو إبراهيم ما بيصير، شو أنت بدك يعني نستسلم بهالسهولة؟ قليل اللي تحملناه قبل هلا، يعني مو معقول نتراجع هيك. تحملنا وتعذبنا كتير من شان الصورة، وهلا رح نضل واقفين هون لحتى يفتحوا لنا الباب. شو هالحكي هاد؟ هيك أنتوا رح تمرضوا. صح، كتير بارد الجو وما فينا نتحمل. يلي عمل هيك شي اليوم بكرة بيعمل شي أكتر بكتير. إذا اليوم سكتنا بكرة ما رح نقدر نواجههم أبدا. كلامك صحيح، خالته جالة بيلتقى عندك شوية عواميد ومشمع. استني يا بنتي استني، شو ناوية تعملي بالغراض هاي؟ نحنا رح نرجع نفتح سكن البنات مرة تانية مشان يكون بعلمك. اوعك تقرب ايدك. قلت لي مدير السكن ما بقيان شي اسمه سكن؟ لا، معناها ما في داعي تطلع علي بالعالي وتتدخل. كيف بتحكي مع عمو إبراهيم بهي الطريقة؟ فكرتي بالوضع يلي أنا انحطيت فيه؟ أنا نفسيتي كلها انتزعت بسبب هالقضية. عفواً، وين صايرة جامعة اسطنبول المركزية؟ امشي لقدام شوي بتلاقيها. شكراً. وين في فايدة لأحجابك أكتر؟ وهو عم يغطي لك شعرك؟ ولا وقت ينقذ حياة شخص رح يموت قدامك؟ أبي ضربني وعمل فيني هيك، ضربني مشان اتصور بالبيروكة، بس عمو إبراهيم أنقذ كرامتنا وشرفنا، وفضله قدر يسجل حالي بالجامعة مثل ما أنا وبحجابي. عمل هيك لتوثقوا فيه، أنت شو متوقع يعمل غير هيك؟